مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا مع شبكة التلفزيون. أركبت مثل البوم والسنبوك والشوع الكبير، أرفعت أشرعة أمام الريح في الليل الضرير. هل ذقت زادي في المساء على حصير؟ هل ذقت زادي في المساء على حصير من نخلة ماتت؟ وما مات العذاب بقلبي الدام الكثير. هل طاردتك اللخمة السوداء والدور العنيد في القاع والرماي خلفك كالخفير يترصد القواص؟ هل ذقت العذاب مثلي وصارعت العباب؟ أمسكت مفلقة المحار في الفجر مرتجفا لتكتمل القلادة في عنق جارية تنام على وسادة؟ هذه القصيدة هي جزء من المذكرة الأولى من كتاب مذكرات بحار الشاعر المعروف محمد الفايز. والآن رحبوا معاي بمحمد الفايز نفسه. اهلا وسهلا، مساء الخير أخ محمد، اهلا وسهلا اخ مرحب احمد، فيك في البرنامج. يا هلا ومرحبا. أخ محمد، طبعا أنت في غنى عن التعريف، اهلا وسهلا. خصوصا في ما يتعلق في قصائدك وشعرك عن حقبة من تاريخ الكويت، ما يتعلق في البحر العفو. وغزلياتك ورمزياتك العفو، إلى شكرا آخره. فنريد نعمل وياك شوية، دردشة. خلينا نقول سوالف أو دردشة اهلا وسهلا. حول هالأمور هذه. نعم. فبادئ ذي بد، يعني هل لك وجهة نظر حول ما يسمى بالشعر الحديث؟ نعم. هو موضوع الأشعار الحديثة يعني دخلت عليها بعض الآداب الأخرى، وليس الأدب فقط دخلت عليه بعض الأشياء الأخرى، وإنما جميع الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان العربي دخلت بها بعض الأشياء الجديدة، سواء كانت هذه الأشياء مفروضة عليه أو سواء كانت من مقتضيات الأمور الحديثة. لكن هناك فرق بأننا نستعير من الغرب أو نستعير من الشعوب الأخرى، السيارة والقاطرة والطائرة، بنستعير منهم العواطف أيضا. طبعا العواطف هي الأشياء المهمة بالنسبة للمجتمعات، لأنه استيراد العاطفة غير استيراد السجائر أو استيراد سيارات. المأكولات. فعندما بيستعير يعني عندما تستعير الشعوب عواطفها وأفكارها من المجتمعات الأخرى، معناته أنها سوف تذوب في هذه المجتمعات. ونحن كبقية الشعوب الحديثة نتفاعل يعني مع العالم، ولكن ليس إلى درجة الإغراق فيه، بحيث ننسى الأفكار اللي بدأت في بداية المجتمعات العربية. معناته أنه هناك نوع من الأدب العربي، هناك نوع من الأفكار العربية، هناك نوع من العلوم العربية، وهناك نوع من الفنون العربية. فعلى الشاعر الحديث أن لا يتجرد كليا من التاريخ، لأنه عندما يتجرد كليا من التاريخ معناته أنه فقد الهوية العالمية بالنسبة له. فموضوع القصيدة الحديثة يعني مو شيء غريب، لأنه جميع الأشياء اللي احنا بنستخدمها حديثة. فموضوع القصيدة الحديثة يجب أن لا تأخذ القديم كله ولا تغرق في الحديث كله، وإنما تأخذ الخميرة القديمة، ها، ثم تكون المسايرة الحديثة.
نعم نعم طيب هو أنا نسيت في البداية لا أنوه عن في الواقع ما أتحفت فيه أنت القراء من دواوين مثل لك ديوان مذكرات بحار نعم. ديوان النور من الداخل نعم. ديوان الطين والشمس أعتقد موجود عندنا إيه؟ هني الطين والشمس إيه؟ وديوان اسمه رسوم النغم المفكر, المفكر وفيه أيضا كتاب أي ألواح هذه والله تستطيع أن تقولها بكل شيء تقدر نعم. تقول ألواح السفينة تقدر تقول ألواح الصور المجهولة أو الصور المرئية يعني هذه بعض العناوين لا تحدد في المعنى طيب. وإنما تترك للقارئ يعني مثلا لما أنا بقول لك هذا ماء خلاص ما في يعني نقاش إنه هذا ماء نعم. لكن لما بقول لك بقايا الألواح ما لي حق أن أقول لك إنه بقايا الألواح مثلا من شو اسمه سفينة أو مثلا شيء آخر نعم. وإنما هو القارئ اللي بيحلل هذا الكلام. خلاص أسألك محمد هل أنت تختار عناوين دواوينك عادة؟ طبعا تحددها. أنا بالنسبة لي العنوان يأخذ وقت عندي يعني معاناة لأنه العنوان بالنسبة للقصيدة هو عبارة عن نوع من الإطار الصغير يعني نعم. تنشر أنت قصيدة أسبوعية في ملحق جريدة الهدف نعم. كل أسبوع نعم. فتعودوا القراء أن كل أسبوع يقرون لك القصيدة ومن فترة يعني نعم. فهل هالقصائد هذه يعني معمولة عندك وتنشرها تباعا أم تعملها لهذا الغرض والله لكي تنشر كل أسبوع؟ الشعر بالنسبة لي هو عبارة مثل الهواء والماء نعم. يعني أنا بعيش حياتي كجسمة شاعر نعم. وبرأيي أن الأعمال الناجحة هو أن تكون الممارسة فيها صحيح. وأن يكون التخصيص فيها نعم. يعني مثلا أنا كوجودي كمثلا شاعر خلاص أنا وجودي شاعر إذن بتحمل جميع المسؤوليات اللي تقع علي فإذن يجب أن تكون الممارسة الشعرية بالنسبة للشاعر دائمة مو بس الشعر سواء كانت وظيفة أو سواء كان عمل يجب أن يكون بخامر الإنسان 24 ساعة لكي يكون عنده إلمام فيه صحيح. يعني مسألة الفكر مثل مسألة القلب لما يقف القلب معنى أن الجسم يموت لأنه راح يفقد الطاقة الموجودة في الجسم فموضوع الفكر أيضا عندما يقف الفكر معنى أنه صار نوع من الحجاب بين الإنسان وبين الأشياء اللي هو يمارسها محمد ما هي القضية اللي يطرحها محمد الفايز؟ والله أنا القضية بالنسبة لي هو الشعر نعم الشعر فالشعر يعني بعدين الشعر مو شيء هين يعني الشعر في لغة الشعر في أوزان الشعر في مرققبة الأحداث الشعر في التوغل في العالم الشعر هو عبارة عن حركة فكرية منغمة يعني مثلا أنت لما طالع بالعلاء المعري تشوفه بيتناول الإنسان ويتناول الحياة ويتناول الآخرة يعني تصور الأفكار اللي كانت تدور في رأس هذا الإنسان الأعمى إنه شلون كان بيتصور الحياة وإنه شلون كان بيتصور الآخرة بعدين يعني صار بينه وبين أبي العلاء المعري حوالي 1020 سنة تقريبا يعني يعني أنت شوف أبي العلاء سبقنا بالبحث عن العالم قبل 1000 وكذا سنة نعم. فكيف حنا الآن في القرن 20
مشكلة الشاعر الحديث انه ما يعيش القضية الشعرية. يعني مثلا احنا نقول ان ليش الادب العربي اصبح منزوي عن العالم؟ نعم. لان الشاعر منزوي عن العالم، يعني ما يعيش يعني شو اسمه حياته كشاعر، انما يعيش كموظف او يعيش كرئيس جريدة او يعيش مثلا تاجر او يعيش صاحب، يعني بيمارس اعمال اخرى. ولذلك تشوف الطاقة الموجودة عنده متفككة. نعم. اخ محمد انت موظف ايضا. اي نعم. موظف. اي نعم. هل هذا العمل كونك موظف وكونك شاعر بتحس ان الوظيفة بتبعدك عن هذا الجو او تحد من تضوعك كشاعر الى حد ما؟ والله هو كوجودك كموظف الجماعة ما يطالعوني كشاعر، لا الجماعة يريدون مني شغل. نعم. فيعني ايش اسمح لنا قدر استطاعتنا ان نشتغل يعني. نعم. بعض قصائدك لحنت نعم. وصورت للتلفزيون نعم. ومنها اللي سمعناها في الاول هل ركبت البوم والسنبوك اللي غناها شاد الخليل. نعم. في قصيدة ثانية اللي هي موطن الهولو. نعم. لحنت. اي نعم. وصورت تلفزيونيا وأذيعت خلال احتفالات العيد الوطني 18. اي نعم. الآن أنا بعرض عليك لقطة من نعم. موطن الهولو. نعم. وبعدين راح أسألك السؤال. سؤالي لك. نعم. أنت كمحمد الفايز. نعم. اللي هو هذا شعرك يا موطن الهولو الذي قنت له من أمس أمس إلى آخره. شعرك هذا. نعم. قدم بهذه الصورة. نعم. من لحن وتقديم وإخراج. نعم. تلفزيوني. نعم. هل أنت راضي كشاعر عن الصورة اللي قدمت فيها قصيدتك؟ برأيي أن المسؤولين في وزارة التربية قاموا بكل جهودهم في إخراج المذكرات بالصورة المطلوبة، وكذلك الأخ شادي الخليج والملحن والأخوان والأخوات اللواتي قمنا بالرقصات وبتقديم العرض. وأنا برأيي أن في الأعياد القادمة إن شاء الله سوف تكون المذكرات بأكثر مستوى، لأنه لو نشاهد المذكرات في العيد الوطني السابق نشوف أنه الحلقات الأخيرة كانت مركزة شوي يعني بأكثر من العيد الماضي. نعم. وطبعا جواب دبلوماسي. نعم. ما حصل منك شيء من هالجواب. لا يعني شلون يعني انا كنت بتصور شنو رايك يعني هل انت معجب بالعمل اللي قدم من ناحيه فنيه؟ معجب جدا. معجب. ما لك عليه ملاحظه؟ طبعا هو في نوع في بعض الاخطاء الفنيه، بس الاخطاء الفنيه بس نشوفها انا وياك على اعتبار انه احنا عندنا المام في اكتشاف الاخطاء، لكن بالنسبه للناس بشوفهم دائما بيذيعونهم في الاذاعه ويذيعونهم في التلفزيون وفي بعض الاشرطه الكاسيت ايضا جماعه بينقلونها. نعم. طيب محمد، في العالم العربي هل الشعر في انحسار ام عكس ذلك؟ هو مو بس الشعر في العالم العربي في انحسار، العالم العربي الآن في مرحلة الخروج أو الدخول في القاع، لأنه العالم الحديث هو عالم نوع من الصراع. يعني حنا المشاكل الحديثة اللي بنعانيها في مجتمعاتنا العربية موجودة في كل أنحاء العالم، ولكن حنا نشاهدها بصورة واسعة لأن المصيبة شوي أكبر من المصيبة اللي هي في الشعوب الأخرى. لأنه نحن غير مهددين بس بالأرض، إنما مهددين أدبيا ومهددين فكريا ومهددين لغويا، لأنه هذه الأشياء هي من طبيعة الحياة. أنت تصور لما خالد بن الوليد يدش حق الفرس والرومان ويهجم عليهم في جيش عربي جاء من
من الجزيرة العربية. ماذا تفسر هذه الحركة؟ نفسرها نوع من الصراع العالمي، والصراع العالمي موجود سواء حنا بغينا هذا الشيء ولا لا، بس المفروض أنه لا نفقد القاعدة الأصلية، لأنه عندما نفقد القاعدة الأصلية نفقد كل شيء. يعني مثلا حنا بنحارب إسرائيل، طيب ما هي الأسلحة التي نحارب بها إسرائيل؟ عبارة عن أسلحة أمريكية، أو أمريكا مثل ما احنا عارفين هي من الدول التي قامت بإنشاء إسرائيل. شنو بندش بالسياسة؟ لا، لأنه سلام يجر كلامه وكلام يجر بطيخ. تفضل خذ راحتك. تفضل شفت شلون؟ خذ راحتك. فهني معناته أنه حنا إذا بغينا أن نعيش صحيح شعوب متحررة، أو شعوب نسترد الأرض أو نسترد الكرامة مثل ما يقولون، يجب أن نستند على القاعدة الأصلية. ما هي القاعدة الأصلية التي ترتكز عليها المجتمعات العربية؟ القاعدة مفقودة، عبارة عن ناس سياسيين هم الذين بيحلون المشكلة. إذن المشكلة ما تحل يعني في الطريقة هذه. إذن لأفهم أن الشعب العربي في انحسار. طبعا بدون ما كلام يجر بطيخ ولا بطيخ يجر كلام. طبعا طبعا. طيب هذا الشيء احنا يعني متفقين عليه. زين، من يعجبك من الشعراء الحديثين؟ بيعجبني الجواهري. جواهري، جواهري شاعر ممتاز، وشاعر يعني يعني مسن الآن، عمره تقريبا شو اسمه 85 سنة. فطبعا علاوة على الظروف السياسية اللي مرت فيه، والأشياء اللي والأحداث العالمية اللي مرت عليه، وبعدين قراءات المستمرة القديمة، طبعا راح تخلق من الشاعر أو الشاعر الأول يعني برأيي. طيب احنا كنا نريد نسألك إذا تحب تسمع أغنية أو مقطوعة أو شيء. والله ودي لو أسمع قصيدة من قصائد الجواهر. جواهري. طيب، قصيدة رائعة في الواقع، ومعك حق يعني. طبعا الجواهر يعني مثل ما قلت لك إنه شاعر يعني عملاق. وأنت معجب فيه كثير يعني. يعني مو كثير، إنما هو فيه ببعض الأشياء اللي أنا بتناولها. يعني أجى وهري بغض الطرف عن مواقفة السياسية، أنا بطالع من ناحية البيت ومن قوة البيت ومن المامة باللغة، وبرأيي أن القصائد السياسية مثل قصائد المناسبات، لما تروح الظروف اللي جاءت في قصيدة بتروح القصيدة. نعم. تكلمت من قبل شوي عن أبو العلاء المعري. نعم. فهل أنت من المعجبين بأبو العلاء المعري؟ أنا معجب بأبو العلاء على اعتبار أنه عنده رؤية الأشياء واكتشاف الأشياء. والشعر هو عبارة عن اكتشاف الأشياء، اكتشاف الحركة. نعم. اكتشاف نبرات الأصوات. اكتشاف الجمال، أو بنفس الوقت اكتشاف القباحة أيضا. يعني الشعر مو بس مجرد أوزان وصف كلام، لا، الشعر عبارة عن معاناة، يعني مثل الإنسان بيحاول أن يكتشف شيء، الشعر هو عبارة عن اكتشاف أيضا. في لك سؤال أخير أخي محمد، هل الفن عندنا يوكل عيش؟ والله عند بعض الناس بيوكلهم عيش، في ناس بيبحثون عن عيش، وفي ناس ما العيش عندهم مو شيء، يعني
رغيف خبز وماي وجيجارة يكفي يعني. نعم. المسألة نسبية. ها يعني هذه طبعا يعني طبعا من أضعف الإيمان أن الإنسان ما يموت جوع. أخ محمد نعم. احنا شاكرين جدا تفضلك حضور البرنامج أهلاً والإجابة على أسئلة البرنامج. يا أهلا مرحبا.